اليوم غادي نعطيك واحد السر باش تكون ناجح في حياتك من قبل. تابونا اي لايك. بزاف ديال العيالات كيجيو عندي للعياده وكيقولوا شوفي انا في واحد العلاقه اللي بغيت نخرج منها ولكن ما قاداش، ما اناش سعيده وهاد لا غولاسيون شويه توكسيك وكتحطمني وكتدمرني، ولكن اش غندير؟ راني وغلت وكنبغيه وهكا كان. عرفتي علاش؟ حيت النهار الاولاني ملي كتعرفي على شي راجل وكيعطيك شويه الاهتمام، كيعطيك شويه العنايه، كتلاحي. علاش؟ حيت كتخلطي، حيت العنايه مع حاجه واحده اخرى. العنايه ما هياش احترام، العنايه ما هياش تقدير، العنايه ما هياش حب، العنايه ما هياش كرامه. انا قبل ما نتلاحي في شي علاقه مع شي راجل خاصني نتعلم نفسر المعامله ديالو باش ما نلقاش راسي واحله واغله في شي علاقه اللي هي ما كتستاهلش، واغله واحله في شي علاقه اللي هي كتدمرني، باش نصمت الاحتياجات ديالي ونشوف واش هذاك السيد اللي بديت معاه العلاقه كاين فيها الاحترام، كاين فيها الامان، كاين فيها شي حاجه اللي سميتها العنايه، من العنايه ديال بصح اللي الواحد كيقدر يبني عليها واحد الطاله. كانت معاكم نهيد رشاد اللي كتخليك تزيد القدام وساعه ساعه بشي كود بي مهم. هذا هو، الله يحفظكم.